بكم من جديد. النهاردة الرئيس السيسي وفي إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 47 انتصار حرب أكتوبر. النهاردة الرئيس السيسي يعني وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للقوات المسلحة وأيضا النصب التذكاري للرئيس الراحل محمد أنور السادات. ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ناقش مكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، والتقى أيضا زي ما احنا شايفين بأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات الأبناء والأحفاد. وبكرة هيكون عندنا لقاء معهم لأول مرة، هيكونوا معانا السيدة جيهان والأبناء والأحفاد هيكونوا معانا في لقاء يعني مجتمعين لأول مرة.